طيب، فإذا الآن سنعالج الأخطاء التي وردت لدينا. فإذا بداية أنا سأقوم بالتحديث حتى يأخذ الأشياء الجديدة أو يحمل theme.json الجديد الذي فعليا كان يعني لم يتم تحميله في وقت سابق. فإذا غيرت أنا theme.json يجب أن أحدث template حتى يأخذ التغييرات، صحيح؟ فإذا هنا بالنسبة لنا لدينا هذا التنقل، لاحظوا أعزائي، فهذا الهيدر. فإذا بالهيدر لدينا navigation والسوشيال، هذا يجب أن يكون يوجد فرق بينها. هذا الفرق يمكن أن نضعه من تباعد مكونات، فيمكن أن نضع مثلا 8 بكسل بينها. بالنسبة للتنقل، إذا أردت إضافة فرق أو مسافة space يعني بين المكونات، فيمكن أن أضع مثلا 8 بكسل أيضا، جيد، أو 16، 8 جيد. وبالنسبة للسوشال والنافيجيشن يمكن أن أضع 16 بكسل. هذه القيم أنا أضعها بالنظر، لكن فعليا إذا كان لديك تصميم، التصميم سيخبرك الرقم فعلا، الرقم محدد. بالنسبة للسوشال فيمكن أيضا أن نضع بينها 8 على الفوق إذا كانت بشكل عمودي، وأيضا 8 إذا كانت بشكل أفقي. فإذا هذا انتهينا منها، فبالتالي هذا الهدف يمكن أن أخذه مثل ما هو بهذا الشكل وأقوم بنقله لملفاتي. ضروري جدا أن تنقل كل شيء لملفاتك بسرعة حتى تحفظ التغييرات. فإذا هذا الهدر جيد، سأقوم بحذف كل شيء ولصق معلومات الهدر هنا. طبعا الشيء الذي يجب أن نغيره هو الريفرنس، يجب أن أمسح الريفرنس هذا، جيد، فقط. والآن قم بتغيير الهدر. الآن لو قمت أنا مثلا بالنسبة ذهبت إلى هنا للهيدر، جيد، هذا هو الهيدر، جيد، وقمت بمسح التخصيصات، جيد، لاحظوا، وحفظ، يفترض أيضا أن التغيير يظهر هنا لدينا، لاحظوا نفس التغيير. فإذا ممتاز. فإذا هذا، لاحظوا أعزائي، فيمكن كونه كل شيء موجود هنا، فيمكن بالكونتنت هنا أن أعطي تباعد مكونات، هذا التباعد يكون 16 بكسل، إذا من هنا 16 بكسل بهذا الشكل، واضح؟ فنموذج أعمالي دعوني أضيف الصور حتى يصبح الشكل يعني أفضل ويعطينا فكرة أين وصلنا. فإذا هكذا أضفنا الصور، فإذا لنرى تحديد، فإذا ها هي صور مكررة يعني لا مشكلة، ها هو. طبعا سبب أنه لا يوجد هوفر يجب أن نضيف لينك، وليس لا يوجد ضرورة لذلك.